لأول مرة أشعر بتفاهة كل شيء حولي، وكيف أن أصغر شيء نملكه هو نعمة كبيرة لا تقدر بثمن. وفلترت أولئك المشاهير والصفحات التي اعتدنا متابعتها، للحظة أعتقد أني أرى من الناس أكبر عاصفة وعي وإدراك لم تمر من قبل. صمت طويل لا نستطيع فيه ترتيب بضع كلمات، صمت محزن نعجز فيه ونحس بالضعف والخيبة. ربما هو أقسى أنواع الصمت، لربما مررنا بأوضاع أسوأ وأيام قاسية، أو هي تلك الجراح تتجدد. لكننا اليوم بوعي أعلى وإدراك أكثر. العالم اليوم بأكمله يشترك في نفس الحزن، يتقاسم تلك الدموع، يناجي بتلك الدعوات، يتابع الأخبار ذاتها. أصبحنا أسرى للحرب على غزة، مقيدين لا نقوى على شيء. نبذل كل ما نستطيع لأن يصل صوتنا أو بعض منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. سلاحنا الأقوى هو دعاؤنا، صوتنا، أحرفنا، وقوة إيماننا وثقتنا بالله أن النصر قادم. هذا ما تستطيع الشعوب أن تبذله. لم ولن نعتاد تلك الصور أو أصوات النواح، لا، حاشا وكلا، سنصمد معكم حتى يكتمل النصر. لأول مرة أشعر بتفاهة كل شيء حولي، وكيف أن أصغر شيء نملكه هو نعمة كبيرة لا تقدر بثمن. وفلترت أولئك المشاهير والصفحات التي اعتدنا متابعتها، للحظة أعتقد أني أرى من الناس أكبر عاصفة وعي وإدراك لم تمر من قبل. أظن أن وسائل التواصل الاجتماعي سهلت علينا النشر والوصول لأكبر عدد من الناس للفت نظرهم، حتى لأنهم لم يدركوا من قبل أو لم يكونوا على علم بهذه القضية. لقد وصلنا لأكثر القلوب رحمة ورأفة. تكاتف الناس هذه المرة بكل حب، أوصلوا غضبهم، بثوا جرعات الأمل رغم الحزن المخيم على الجميع. نحن لا نلوم أحدا على حزنه، لكن إياك واليأس، ألا إن نصر الله قريب. لم يأتي يوما العسر إلا وقد أتبعه اليسر، لم تشد يوما إلا وفرجت، وهذا وعد رباني مهما طال الألم. يطفى الأحجار علم الفجار، كيف النار ما بتنهب، كيف الكرام بتصاد، وإنه الموت في ذا الأوطان مش إرهاب. يطفى الأحجار علم الفجار، كيف النار ما بتنهب، كيف الكرام بتصاد، وإنه الموت في ذا الأوطان. ترددت كثيرا أن أبث كلماتي إليكم، لكني أؤمن أننا نحتاج لجرعات من الأمل، وأن أصواتنا ستصل اليوم أو بعد غد، لا بد لليل أن ينجلي. أحبتي في غزة، سأقول لكم إني تعلمت منكم الكثير. ما يقارب الشهر تعلمت ما لم أتعلمه في سنوات عمري. تعلمت منكم القوة والثبات في أشد المصائب التي لا تساويها مصيبة. تعلمت منكم حسن الظن بالله الذي لا تهزه تلك الفواجع. تعلمت أن أغرس في أطفالي حبهم لله ودينهم. ما رأيته في أطفالكم
جعلني أصمت لعدة أيام متتالية. الجيش بيهدد إنه رح يضل يدخل على المخيم. عادي يدخل ويدخل يدخل، صرنا شهداء وصرنا شهداء، بيجي بعديهم ناس، بيجي بعديهم، بنظلنا نقاوم، بنظلنا نقاوم نكسر خشمهم. أي فجر السيارة. تعلمت قوة الإيمان بالله، قسما بمن خلق هذه الأرض أني رأيت من قوة الإيمان في أهالي الشهداء ما لم أره في حياتي. فقدوا أحبة وفلذات أكباد، فقدوا بيوت ومأوى ليبقى الوطن المنتزع منهم. انت كلنا كل شهداء، كل مشاريع شهداء، كل مشاريع شهداء. قول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجبني في مصابتي واخلفني من خير منها. مالكوا يا عمي، شدوا حيلكم. لقد غيرتم نظرتي للحياة، غيرتم الدنيا في عيني ونفسي. جلست مع نفسي أشاورها لأيام متتالية، كيف وصل بكم الإيمان والصبر لهذه المرحلة وأنتم لا تملكون من كماليات الحياة حتى نصف ما نملكه؟ لقد أغمضت عيناي مرارا وتكرارا وأنا أفكر، ماذا قدمت لآخرتي؟ ماذا زرعت في أطفالي من ثقتهم وإيمانهم بالله؟ ما رأيته فيكم جميعا يا أهل غزة والقدس المحتلة أعاد فيني أشياء كثيرة، ليس فيني فقط، لكثير من الناس ممن حولي. نعم، أعدنا جدولة الحياة في نظرنا، أعدنا ترتيب أولوياتنا، فلترنا كل ما نحب ومتعلقاتنا التي أحسسنا بتفاهتها الآن. تعلمنا منكم تقدير أبسط وأصغر ما نملك، ولازلنا نتعلم منكم القوة والإيمان والثبات. حقيقة لقد أعدتم صياغة أرواحنا وتفكيرنا، سطرتم لنا آلاف الدروس في عز محنتكم. تعلمنا منكم ما هو التخطي وكيف نتجاوز المحن التي نراها مرهقة، وكيف يتخطى أحدكم انتزاع أرواح من يحب وسكنهم وحياتهم وأغلى ما يملكون. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله فيما وصل إليه الحال وفي كل من خذلهم. سيهزم الجمع ويولون الدبر. اللهم نصرك الذي وعدت، أيدهم بجند من عندك وامددهم بمدد لا ينقطع. سنظل هناك بجانبكم بدعواتنا وأصواتنا أحرفنا، فهذه هي كل قوتنا كشعوب تؤمن بأهم قضية من قضايا أمتنا. لا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. سنهتف ونرسم ونعلم أطفالنا ما تعلمناه منكم. استمروا فأنتم على طريق الحق، ولا بد للنور أن يشرق من جديد. ستشرق شمس النصر عما قريب، قوة خارقة اسمها اليقين بالله، حقا لم أفهم معناها إلا بسببكم. كيف وصلتم لليقين بأنكم ستنتصروا رغم طول السنين ورغم كل المحن؟ أسأل الله أن تنجلي هذه الغمة، وأن تعود فلسطين محررة، وأن يثمن الله أرواح الشهداء الطيبة بالنصر والتمكين. أنا ممتن. هذا سلام، فلم السلام؟ ونظرة تؤلم قلبي في المنام. كلام بعد كلام وعين تنزف ماء في فضاء بين فضاء لا مكان له في الوجود. لما لا